السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا في المالكي، أخصائية تغذية علاجية من مستشفى جونز هوبكنز أرامكو، واليوم أنا حغطي معاكم توبيك مرة مهم أو موضوع جدا مهم، ألا وهو التخلص من السمنة. وزن صحي لحياة أفضل. الشيء مرة مهم ودائما نعيد ونزيد نكرر فيه، اللي هو الوزن الزائد أو السمنة، هي عامل أساسي من العوامل لحدوث مشاكل صحية أخرى، أوكي؟ ألا وهي مثل السكري، الضغط، وهذول أصلاً المشاكل الصحية بعد عامل أساسي لحدوث عوامل أخرى أو مشاكل صحية أخرى بالأصح، مثل ممكن مشاكل بالكلى لا سمح الله، مشاكل بالقلب، ممكن يصير عندهم مشاكل بالظهر، بالركب، بسبب الوزن الزائد. فليش ننتظر لين الدكتور أو الأخصائي يحولنا على أخصائي التغذية أو يقول لنا بسبب هذه المشكلة الصحية اللي أنتم فيها لازم تخسرون وزن عشان نقدر نتحكم أكثر بالموضوع؟ ليش ننتظر لهذا الوقت؟ ليه ما نبدأ من الحين؟ أنا موجودة معاكم اليوم عشان أغطي معاكم بإذن الله أو أمشي معاكم بأشياء نقدر نحن نطبقها بحياتنا عشان نتخلص من سواء كان سمنة أو وزن زائد. والشيء اللي مره مهم اللي احنا نعرفه من قبل لا نبدا بالبرزنتيشن او بالعرض، الا هو انه انا حغطيه اليوم، حتكلم عن غذاء صحي، صحيح؟ بس احنا ما حنتكلم عن الغذاء الصحي، ليس مجرد حميه غذائيه، طيب؟ هو مو بس حميه معينه حتمشوا عليها 3 شهور، 4 شهور، ولا اسبوع، اسبوعين، وبعدين خلاص، لا، انا حتكلم معاكم عن اسلوب حياه. ايش اشياء نقدر نسويها في نظامنا وتكون خلاص اسلوب حياتنا، مو شيء معين ما تقدر تكمل اكثر من وقت من فتره معينه او فتره بسيطه لانه شيء مش مرتاح انت فيه، او شيء خارج عن طاقتك، او شيء جوعان طول الوقت. لا، انا حمشي معاكم على حاجه ان شاء الله يكون كلنا احنا مقتنعينها، او شيء زي ما نقول اسلوب حياه تقدرون تكملون عليه فتره طويله. طيب، محتوياتنا ان شاء الله اليوم واشياء راح نتكلم عنها اليوم: المجموعات الغذائيه، كيفية قراءة البطاقة الغذائية، النشاط الجسدي، ونصائح للتخلص من الوزن الزائد. أول شيء راح نتكلم عن المجموعات الغذائية. بشكل عام، هذه الخمس مجموعات الأساسية للأكل، ألا وهي الفواكه والخضروات، الحبوب، البروتينات، والألبان. أوكي؟ هذا بشكل عام هذولا الخمسة الأساسيين. هنا حط لنا إياها الـ USDA، حط لنا إياها كذا بصحن بشكل مرة لطيف وسهل وأي حد يقدر يفهمه، عشان بشكل عام بدل ما نقول كم جرام من كذا أو كم جرام كذا وقديش ممكن أحطه، ويصير فيه الواحد يصير ساعات مهووس بالموضوع أو يجي قلق إنه هل كثير هل قليل، جابوها لنا إياها بشكل سهل جداً. اي احد تقد او نبديه بس انه عشان يعرف قديش هو المفروض ياكل، هذا بيكون اسهل طريقه ان الواحد يكمل عليها كاسلوب حياه. تقسيمات واضحه، اوكي؟ وانا باذن الله الحين راح امشي على مجموعه مجموعه، حتكلم معاكم عنها، عن مو بس عن الكميه بس بعد على نوعيه الاكل. طيب، انا حطيت اول شيء مجموعه الحبوب، اوكي؟ لان هي يعني اساس اكلنا بالغالب كمجتمع شرقي، كمجتمع سعودي بالاخص، الرز، المكرونه، الخبز، كلنا نحبهم وكلنا ما نقدر نستغني عنهم. وحتى لو جاء احد وقال لك والله وقف هذول كلهم مره واحده عشان ينزل وزنك، بينزل وزنك بسرعه، وصح بينزل وزنك بسرعه، بس هل انت قادر انك تكمل شهر، شهرين، قدام سنة قدام من دون ما تاكل هذه الأشياء اللي أنت متعود عليها؟ خصوصا هذه الأشياء يعني زي ما نقول الأكلات التقليدية احنا كبرنا عليها، الكبسة، الجريش، الهريس، المرقوق، الأشياء هذه أساسية من نظام الغذاء، وأشياء أصلا الحبوب من الأشياء المهمة أن تحسسنا بعد بالشبع. طيب، بنتكلم الحين بعد إيش تحسسنا بالشبع. فممكن تكون يعني أو بقول لك خلها بنظامك، أنا بقول لك ممكن خلها بنظامك الغذائي، بس الموضوع على الكمية، أوكي؟ وعشان يعني إذا أنا قلت لك لا تاكلها، ما حد شيء حد تستمر عليه وقت طويل، وإذا ما استمرت عليه بالوقت اللي حترجع له وزنك حيرجع ويمكن دبل الدبل، لأن أنت أصلاً اشتقت حق هذا الأكل، فحب يكون وزنك بيكون شهيتك له أو شهيتك له مفتوحة أكثر. فنكون موجود بس بكمية معتدلة باختصار جداً. الحين حطوا لنا بالصحن تقريباً ربع الصحن حيكون من مجموعة الحبوب،
طيب يعني ممكن يكون الخبز، الرز، المكرونة، البطاطس اللي مع البطاطس تعتبر نشوي. هذه الأشياء تكون بهذا الجزء أو ربع الصحن تقريبا. طيب كقاعدة أساسية المفروض نخلي تقريبا نصف الحبوب من نظامنا الغذائي اللي احنا ناكلها تكون حبوب كاملة. طيب فايش تقصدين بالحبوب الكاملة؟ تحت مجموعة الحبوب في حبوب مكررة بشكل عام، يعني في حبوب مكررة وفي حبوب كاملة. طيب الحبوب الكاملة نقصد فيها شيء مثل الخبز الأسمر، خبز الحبوب، الرز الأسمر. بعدين بالحبوب المكررة بيكون في الخبز الأبيض، الرز الأبيض. من يكون أسمر ليكون أبيض فيه هنا عملية يسوونها، أوكي؟ طيب ليش يسوونها؟ يسوونها والله عشان تزيد مدة التخزين، تكون مدة تخزينها أطول، والقوام حقه يكون أكثر دقة. فأصلاً حتى القوام حقه يختلف، يعني كثير ناس لما تتكلم معاهم يقول لهم مثلاً ليش ما تاكلين الخبز الأسمر؟ يقول لا لا ما نحب طعمه، طعمه مش ما نستلذه، بس عادي ناكل الخبز الأبيض. فبعد هو بريفرنس أو نقول تفضيلة الشخص عليه، طيب؟ لأنه هذه العملية تغير بالقوام. بس بعد أوكي هذا الشيء يعني إحنا كلنا متفقين عليه. السعرات الحرارية نفسها ما حتتغير، وهذا بعد احنا متفقين عليه. بس ايش الشيء اللي حيفرق معانا وليش احنا نقول لازم تكون حبوب كاملة؟ لانه خلال هذه العملية من الحبوب الكاملة للحبوب المكررة مو بس حيتغير قوام الخبز او الرز او وات ايفر، اللي حيتغير معاك بعد انه الالياف اللي موجودة حتنشال اغلبها خلال هذه العملية. طيب فبيكون الحبوب المكررة فقيرة بالالياف وفقيرة بالحديد، الفيتامينات زي فيتامين باء وجدا مهم، فالأشياء المهمة حتنشال والألياف حتنشال. طيب ليش احنا نهتم يا في أصلا ناكل الألياف من البداية؟ الألياف هي عامل جدا مهم. ليش؟ لأنه لما ناكله يحسسنا بالشبع فترة أطول، يظل بالجهاز الهضمي عندنا فترة أطول لين يتخلص منه، فنحس بالشبع لساعات أطول من لو كلينا الحبوب المكررة. فعش كده دائما نقول خذ الخبز الحبوب، نخالة، شوفان، خبز البر زي ما احنا نقوله أو الهول ويت، هذا نقدر ناخذه، ظلنا من ناخذ الخبز الأبيض. هذا الفرق عشان الألياف. طيب ليش بعد الألياف مهمة؟ الألياف تحسن قراءة الكوليسترول بالدم، الناس عندها مشاكل بالكوليسترول. الألياف مهمة تنظيم السكر بالدم، تنظيم الضغط بالدم بعد، جدا جدا مهمة. فعشان كذا احنا دائما نقول ركزوا على الحبوب الكاملة. طيب الحين غطينا مجموعة الحبوب، خلينا نتكلم على البروتينات. البروتينات تقريبا حاطينها بعد بقدر ربع الصحن. طيب البروتينات خلينا دائما نفضل نقول خلوها مشكلة، شكلوا لا يصير بتركيزكم بس على اللحوم، خصوصا اللحوم الحمراء اصلا عالية بالدهون جدا، حتى لو كانت مشوية أو بالفرن هي لسه هي أصلا قوامها عالي بالدهون. فدائما نقول أوكي خلوه متنوع، خذوا حيواني، خذوا نباتي. الحيوان لا تركزون بس على اللحوم الحمراء، خذوا دجاج، خذوا سمك، الربيان، خلوا الموضوع متنوع. النباتي خذوا من العدس، من الفول، من المكسرات، خلوا النظام الغذائي حقكم متنوع عشان حتى تستخدمون الفائده منهم كلهم، لان كل واحد فيهم يقدم لك فائده مختلفه عن الثاني. فيها فيتامينات، فيها الحديد، فيها الزنك، فيها مجموعه فائده جدا كبيره. فخلي متنوع عشان نستفيد من كل الأشياء. هذا حاجة. الحاجة الثانية دائما لما نطبخ أكلنا نطبخه بطريقة صحية، يعني ممكن تكون بفرن، ممكن تكون مثلا تحمسها مع كمية قليلة من الزيت، تستخدم القلاية الهوائية تعتبر خيار جدا ممتاز لأنك أنت حتتحكم بكمية الزيت، ما عندك مشكلة. بس لا نستخدم الأشياء مثلا زي ما نقول الديب فراينج أو الجريل هذا العميق اللي يصير كله مغطى، الأكل كله يتغطس بالزيت وينقلي. هذه كمية الزيوت جدا عالية، بالمقابل السعرات الحرارية بتكون بعد جدا عالية. طيب فالتنويع هذا أساسي، والطريقة الطبخ بعد جدا أساسية، والكمية زي ما قلنا تقريبا بمقدار ربع الصحن. بعدين طويل العمر بنتكلم عن الخضار. الخضار تقريبا شوف حاطينه اكثر من ربع الصحن. الخضار انا شخصيا لما اتكلم مع مرضاي لما يكون يتكلمون معي عن خساره وزن او من جانب صحي حتى لو ما كان خساره وزن، بقول لهم دائما تقريبا نص الصحن خلوه خضار. اوكي ما بقول لهم حتى هذا اللي يعني تقريبا اكثر من ربع، هنا بقول لهم نص الصحن خلوه خضار.
ليش؟ لأنه الخضار فيه هو ثاني واحد غير الحبوب الكاملة في على أنه مصدر ألياف، طيب؟ فألياف عالية، فنفس الفائدة المساعدة قلتها عن الألياف تشمله، طيب؟ بس إيش الشيء بعد اللي متغير بالخضار؟ السعرات الحرارية جدا قليلة، طيب؟ فمرة سهل أنا والله أنت شخص أصلا كمية أكلك من الحبوب، طيب من الرز، من المكرونة، من الخبز كمية جدا عالية، وأنت جالس تحاول إنك تقلل من أكلهم، طيب؟ ما يصير انك تخفف منه وما تضيف شيء بداله، ما يصير. لانه انت كذا بتحس بالجوع، وانا ما ابغاك تحس بالجوع، لانه لو حسيت بالجوع بيصير الموضوع عكسي، بتصير بالعكس تاكل كميات كبيره معناتها انك جعت ومعك حق، لانه جوعناك، ومش هذا الشيء المفروض يصير. اذا انت بتقلل من حاجه لازم تعوض بشيء ثاني يغطي عنه. بتقلل من الحبوب، بالرز، بالمكرونه، زيد خضار. طيب، ليش زيد الخضار؟ الخضار زي ما قلت لكم السعرات الحراريه فيه تعتبر جدا قليله. وألياف فيه جدا عالي فيحسك بالشبع بكمية بسعرات حرارية أقل، طبعا صحيا يعني ما يحتاج أقول خضار عالي بالبوتاسيوم بالفوليت الفوليك سوري فوليك أسيد الفيتامين A فيتامين C أو الفيتامين جيم معناه أصح، هذه مرة فيها عالية فيها جدا قليلة بالسعرات وعالية بالألياف، فعشان كذا تعتبر مصدر جدا ممتاز. طيب هذا من ناحيه الخضار، بس احنا لما نتكلم عن الخضار ما نتكلم عن الاشياء النشويه زي البطاطس، بس قلت لكم بطاطس بحسبها جهه الاشياء النشويه بالاصح، ما بحسبها جهه الحبوب، انا ممكن ساعه حبوب ما احسبها جهه الحبوب، احسبها شيء نشوي. فمثلا الخضار ركزوا على الاشياء اللي مش نشويه، مش معناتك ما تقدر تاكل بطاطس ابدا، بتقدر تاكل بطاطس وتقدر تستمتع فيه، بس دائما لما تاكل بطاطس مش الشيء اللي احنا نقول لكم تاخذون منه بكميات كبيره، لان البطاطس نشوي ففي كربوهيدرات او نشويات عاليه فيأثر على السكر بالدم كميات كبيرة وسعرات حرارية عالية، تمام؟ هذا مجرد مثال، بس احنا نقصد الأشياء الخضار الغير نشوية. فهذا عن الخضروات، بس خضروات تقدرون تاخذونها نية يعني كسلطة، تقدرون تاخذونها بالفرن، مطبوخة، مسلوقة، بالطريقة اللي أنتم تحبونها ما عندكم مشكلة، زي ما قلت لكم هم حاطين تقريباً أعلى من ربع الصحن، بس أنا أقول لكم نص الصحن وعليكم بالعافية، لأنه حيساعدكم إنك تسوون كنترول أو تحكم في كمية مجموعة الحبوب أو مجموعة الكربوهيدرات بشكل عام. طيب الفواكه، الفواكه محطين لكم تقريبا هو أقل من ربع الصحن، طيب لأنه زي ما شفتوا أصلا الخضار كانت أكثر من ربع، فالفواكه بتكون لكم أقل من ربع الصحن. دائما الألياف، طبعا قبل كل حاجة الفواكه هي المصدر الثالث من أنواع الألياف اللي بيتكلم عنه اليوم، قلنا الحبوب الكاملة وقلنا الخضروات والحين نقول الفواكه. تعتبر مصدر جدا ممتاز من الالياف، بس دائما نحرص ونقول للمرضى واي حد يسالنا في اخصائيين التغذيه نقول لكم دائما كلوا الفاكهه مثل ما هي، طيب؟ مش كعصير. ليش؟ لانه احنا الحين قاعدين نتكلم عشان اهميه الخضروات والفواكه، عشان الفيتامينات اكيد والمعادن اللي فيها وكل حاجه، بس بعد عشان الالياف اللي فيها. لو انه حشربناها كعصير، العصير يعني تقريبا ما في الياف، واذا كان في بيكون في كميه جدا قليله. ليش؟ لانه هم الفاكهه يعصرونها وانت بالبيت حتعصر الفاكهه، طيب؟ بعدين خلاص هذا اللب حتحطه على جنب. حتستخدم فاكهه ثانيه وثالثه ورابعه، يمكن اربعه خمسه عشان تسوي كوب واحد فقط وانت تشربه، صح؟ شوف كميه الفاكهه اللي انت استخدمتها، again كميه جدا كبيره، والالياف اللي موجوده انت حطيتها على جنب ما قاعد تستخدمها، انت قاعد تشرب بس العصير اللي هو سكر الفاكهه، انت قاعد تشرب الحين في كوب واحد. فكميه السعرات الحراريه فيه جدا عاليه وما في الياف. السعرات الحراريه العاليه اللي فيه لانه الفواكه فيها سكريات، هي سكريات طبيعيه بس فيها سكريات تاثر على السكر بالدم. بس الشيء المهم اللي نعرفه هذا مش معناته ان احنا نتخوف من الفواكه وما ناكلها. غير صحيح جدا. المفروض ناكل فواكه ونستمتع فيها، بس الكميه تفرق، يعني اول شيء عرفنا ان هي مصدر الالياف، ناكلها مثل ما هي افضل من ان نشربها، لانه الالياف كلها ما حتكون موجوده اذا شربناها، السعرات الحراريه بتكون جدا عاليه لان استخدمنا كميه عاليه، صح؟ الشيء ليش كنا نستخدم كميه عاليه؟ لانه اكل الفواكه له كميه معينه، ما نخليه مفتوح، لانه السكريات اللي فيه معناتها سكريات عالية، سكريات طبيعية اللي فيه، معناتها فيه سكريات، ومعناتها فيه سعرات حرارية، سعرات حرارية عالية، طيب؟ فإيش نقول لكم؟ نقول لكم تقريباً بمقدار 3 حبات باليوم من الفواكه تعتبر كمية ممتازة جداً من الفواكه، يعني ممكن حبة مع الفطور، مع الغداء، مع العشاء،
وممكن انا زي ما قلت لكم، انا صراحه اقول مرضاي خلوا نص الصحن خضروات، طيب، والفواكه اذا انتم من النوع اللي يحب ياخذها كسناك او كوجبه خفيفه من بين الوجبات، او تاخذونها مع الوجبه ما عندكم مشكله الحبه هذه، بس دائما افضل ان يكون تقريبا نص صحن من الخضروات. الفاكهه هذه تبغونها تبغون تقطعونها، تبغون تخلون مثلا متغير، يعني مثلا والله مثلا نص تحب تقطعين صحن، يعني مثلا نص تفاحه مع نص برتقاله، هذه في النهايه بتصير لك حبه واحده لانها نص نص، ما في مشكله، بس احنا نحددين لها كميه معينه عشان كميه السكريات اللي فيها، فكميه السعرات اللي فيها بتاثر على السكر بالدم، بتاثر على كميه السعرات، فمره لازم ننتبه من كميه الفواكه، هي صحيه وناكلها ما نبتعد عنها بس ننتبه للكميات. طيب مشتقات الحليب، طيب، او مشتق الالبان، يعني لبن، زبادي، حليب، الاجبان، هذه كلها ما عندنا، بالعكس يعتبر خيار جدا ممتاز، بس دائما نقول ناخذها كقليل الدسم او خالي الدسم. انتوا شوفوا ايش ترتاحون عليه، ايش الشيء اللي انتوا لما تاكلونه، لما تشربونه او تاكلونه تستمتعوا، خصوصا يمكن الاجبان والزبادي مره سهل ان واحد ياخذ قليل الدسم، ايوه قليل الدسم ما عنده مشكله، بس ممكن الحلق، حليب، اللبن، دائما الناس يمكن يعني لاحظتوا كثير ناس انه ما تستسيغوا خالي الدسم. فانا دائما اقول لكم اوكي، انتوا الحين عندكم خيار قليل او خالي، انتوا شوفوا ايش الشيء اللي انتوا تستمتعون فيه وانتوا تشربونه. ما ابغى الموضوع يكون كانه دواء انا لازم اشربه، لا، هذا هو زي ما قلت لكم هذا نظام حياه، ما قاعد اتكلم معكم عن اليوم وبكره وبعده، لا، انا اتكلم معكم عن طول حياتكم، طلعتوا عند احد، طلعتوا مطعم، سافرتوا، رحتوا جيتوا، انتوا تستمتعون بالشيء اللي تاكلونه او تشربونه، تشوف ايش تحب، تحب قليل ولا خالي، تحب القليل اشرب القليل، استمتع ما عندك مشكله، بس خلنا دائما بهذه الخيارات خالي او قليل، شوف الشيء اللي انت تحبه وكمل معاه. طيب هذا يا طويل العمر من يعني مره جميل جدا او سهل حتى الواحد انه يشوف كذا نظريا، بن يعني كسهوله بس عشان يعطينا نظره خفيفه سريعه، سوري، 45%، طيب هذا الحين بشكل عام، هذا اللي قدامكم الدائره مقسمينها للونين، صح؟ واحدة 85 واحدة 15% إجمالي السعرات الحرارية باليوم. طيب الخمسة وثمانين بالمية هذا من كل شيء تكلمنا عنه من شوي، أنك تكون healthy تقريبا 85% من سعراتك الحرارية لليوم، 85% كل شيء زي ما تكلمنا عليه. طيب بس فأنتي قلتي لنا ها إحنا نتكلم اليوم عن نظام حياة، يعني مستحيل واحد يقعد يوم كامل ولا مثلا أسبوع ولا فترة طويلة كذا ما في لا شوكليت، ده شوية زبدة مع الأكل إذا يحبه، ملح مع الأكل يعني أكثر من اللي هو متعود عليه لأنه هو يحبه كذا. تقدرون ممكن زي ما نقول إحنا يصير عندكم فترة راحة، يعني عشان يكمل الموضوع معاكم، لو قلنا لكم أنتوا لازم 7 أيام بالأسبوع هذه كلها تكونون بيرفكت، ما في ولا غلطة، تمشون زي ما قلنا، حد كملون معانا بتقولون هذول يعني بس قاعدين يتكلمون، لو عليهم كم ما سووا، بس هم بس جالسين يتكلمون معنا، صح؟ لانه مش منطقي، لازم زي ما قلت لكم هذا اسلوب حياه، هذا ان طالع رايح جاي تقدر تكمل معه، مش حق يوم وليله. طيب فدن ايش قالت التوصيات هذا من مؤسسه امريكيه، قالت انه 85 تقدرون تاخذون راحتكم، سوري 85 امشوا على اللي قلنا، 15% هذه من سعراتك تقدر تستمتع فيها، هذه ممكن تكون قطعة شوكليت تحب مع الكوفي حقك، ممكن تكون لك قطعة زبدة كذا تحب من اللي يحب، يعني زبدة قطعة صغيرة تحطها تجي تطبخ، تحب الأكل بالزبدة عشان دهون مشبعة، يعني ممكن أنت والله عشان آكل خضار أكثر أبغى يكون عليه ملح، تقدر تستخدم الملح، إذا هذا الشيء حيساعدك أنك تستمر بهذا النظام الغذائي الصحي ما عندك مشكلة، بس زي ما قلت لكم تقريبا 15% من إجمالي السعرات الحرارية تقدرون تنوعون وتغيرون عشان يصير النظام مستمر معاكم. طيب بهذا الجدول حيعرفنا على أشياء إحنا ممكن نغفل عنها. طيب كثير ناس يقولون إحنا نشرب مشروب غازي بشكل يومي، كم تشرب؟ تشرب واحد بس، واحد يعني من باب انه جدا قليل، يعني ترى بس واحد، طبعا في كثير ناس ما شاء الله يشربون 3 يعني مع كل وجبه. طيب
بس هذا الحين احنا نبغى نتكلم عن الشخص اللي بس بيشرب، طبعا هذا يعتبر كميه جدا كبيره يعني، بس عن الشخص اللي بيشرب بس كميه واحده. طيب الكميه الواحده هذه كم فيها تقريبا من سكر؟ فيها 40 جرام بالعلبه الواحده تقريبا، يعني طبعا مختلف الشركات، بس تقريبا 40 جرام بالعلبه من السكريات. طيب هذا ال 40 جرام اذا انت راح تشرب هذا المشروب الغازي كل يوم، كمية بالسنة الواحدة، عشان بس يصير عندكم يعني كذا، انتم يصير عندكم فكرة انتم قديش قاعد تشربون بالسنة الواحدة. كل يوم 40 جرام سكر، بالسنة الكاملة تدرون كم؟ 15 كيلو جرام سكر فقط جايت لكم من هذا المشروب الغازي. احنا ما قاعد اتكلم عن السويت اللي تاكله، او الحلا والشوكلت والعلوم والاشياء اللي تاكلونها طول اليوم، لا، هذا بس من المشروب الغازي اللي قاعد تشربه. تخيلوا كمية السكريات. هذا مثال ثاني، بطاطس مقلية، طيب، او الفرايز زي ما احنا متعودين نقول لها، 200 جرام منه 35 تقريبا، عند اكيد هذا بعد يعتبر على طريقة الطبخ القلي، 35 جرام من الدهون. طب لو انت الناس كثير والله نتكلم معاهم، احنا نحب وجبة واحدة تكون فاست فود، طيب، او الاكل هذا المأكولات السريعة، ويكون معاها بطاطا مقلية، لو ياكلها بشكل يومي تقريبا هاي 13 كيلو جرام كمية دهون بالسنة جاية فقط من هذه البطاطس. هذا بس عشان يعطيكم تخيل ان جد تعرف على اللي تاكله، اعرف انت قديش قاعد تدخل جسمك من اشياء انت في غنى عنها. يعني تقدر تشرب مشروب غازي بس ممكن مره بالاسبوع، من ناحيه التغيير ما تحرم نفسك، لانه زي ما قلت لكم هذا نظام حياه، ممكن مثلا مره بالاسبوع، طبعا اجان اذا انت تقدر لك مثلا مره ما بين اسبوعين او مره بالشهر ممتاز، بس انت ما تقدر تتحمل اقلها خلها مره بالاسبوع، اوكي؟ وكل شيء نسويه بالتدريج. طبعا البطاطس المقليه نفس القصه، ممكن والله يصير مره بالاسبوع من ناحيه التغيير انك تاخذ، ممكن الموضوع يصير زي ما نقول شيرنج، انت تشتري ويصير انت وعيالك او انت وبناتك، انت وزوجك وزوجتك، انت واصحابك، يعني كذا يصير الموضوع مشاركه، ما يصير التركيز كله انت تاكله. مشاركه عشان يصير الموضوع كميه اقل وما تحرم نفسك. طيب الحين راح اتكلم عن كيف نقرا البطاقه الغذائيه. البطاقه الغذائيه يساعدنا عشان والله اذا رحنا السوبر ماركت او البقاله او رحنا نقضي باختصار، كيف نعرف والله هذا المنتج هو المنتج الصحيح، او هذا المنتج اللي المفروض نبتعد عنه، او مثلا عندنا منتجين نبي نعرف اي واحد منهم افضل. هذا الشيء جدا مهم ان كلنا نعرفه، كلنا، لانه مره سهل انه المنتج يكتبون عليه من برا والله خسارة الوزن، ولا دهون أقل، ولا سعرات أقل، ولا خيارك الأفضل لخسارة الوزن، ما أعرف، يحطون لك أشياء الماركتينج حقين التسويق فظيعة، يعني جد تستهوينا كلنا نتحمس، حتى إحنا نتحمس والله، والله أوه والله ما شاء الله، إيش هالكلام اللي حاطينه على المنتج؟ إيش ممكن يكون فيه؟ بس إذا أنت ما حتقرأ منسق الغذائي، ترى كثير أحيان يكون الكلام نصج. مو صحيح، ابدا مو صحيح، يقولون لك هذا الاشياء ممكن قاعدين يقارنونه والله اقل من منتج ثاني لهم عادي، فعشان كذا هم قالوا عنه اقل، بس لو طالع بالحقائق التغذويه مره بعيد عن الكلام اللي يقولونه. عشان كذا مره مهم ان نعرف كيف نقرا البطاقه هذه. طيب خلينا نتعلم مع بعض الحين. في البدايه يحطوا لك حجم الحصه الغذائيه كوب، هذه معناتها كل حاجه ده تحت هنا يتكلمون عن هذا الكوب. انت بتاخذ كوبين، اي شيء تحت من المعلومات اضربه باثنين. تاخذ ثلاثة كواب، اي شيء تحت اضربه بثلاثة. هم كل شيء تحت الحين او بالملصق الحين معاكم قاعد تشوفونه يتكلمون عن حجم الحصة، فمرة مهم اول شيء نعرف هو اصلا كم حجم الحصة، انتوا عن ايش قاعدين تتكلمون، عشان نعرف قديش احنا ناخذ هذا المنتج وقديش حيكون معانا. فهم اول شيء قالوا لنا اياه حجم الحصة الغذائية كوب واحد. طيب بعدين بقول لكم هو عدد الحصص اصلا، يعني بهذا المنتج نفسه في حصتين داخله، طيب يعني بشكل عام عشان تعرفون، بس هو اصلا حجم الحصه كوب واحد، هذا المهم نعرفه. طيب الكوب الواحد هذا نروح للخطوه اللي بعدها، الكميه لكل حصه غذائيه السعرات الحراريه 250، يعني الكوب الواحد فيه 250 سعره. جميل حلو.
طيب الحين عرفنا السعرات بالكوب الواحد، بعدين نروح عند اللي تحته، القيمة الغذائية اليومية. شفتوا هذا اللي بالأصفر أو اللي كذا برتقالي فاتح؟ هذه الأشياء اللي إحنا نبغى يكون فيها النسبة قليلة، والأشياء اللي لونها بالأزرق كذا، هذا أو أخضر فاتح أو أزرق، هذا تكون نبغى النسبة فيها تكون عالية. طيب في إيش النسبة العالية وإيش النسبة القليلة أصلاً؟ النسبة القليلة خمسة، شو هذا النسب اللي على جنب، النسبة المئوية، خمسة أو أقل معناته هذا المنتج قليل في هذا العنصر. يعني دائما الدهون، شوف الدهون، الكوليسترول، الصوديوم، دائما نبغى نشوفها خمسة أو أقل. الأشياء الثانية اللي هي الألياف الغذائية، الفيتامينات، الحديد، الكالسيوم، حتى البروتين بعد نبغى نشوفه 20 أو أكثر، هذا معناته أن المنتج عالي فيه. خلينا ناخذ مثال مع بعض. طيب الحين الدهون، دهون مشبعة 15% النسبة، صح؟ 15% مرة كثير. احنا قلنا عشان يكون منتج قليل بالدهون لازم يكون 5% او اقل، معناته هذا المنتج عالي جدا بالدهون. ناخذ مثال ثاني، نروح عند الصوديوم، 20% صوديوم هذا المنتج، هذا الكوب اللي انت حتاخذه فيه 20% صوديوم، 20% هذه كمية جدا عالية. نفس الشيء معناته هذا المنتج عالي بالصوديوم، فإلى الآن هذا المنتج أبدا مو تمام، أبدا خيار جدا غير سليم أن الواحد ياخذه. بعد الأشياء اللي نبغاها عالية، ألياف، صح؟ تكلمنا عن ألياف كثير اليوم، صفر، 0% ألياف، معناته هذا المنتج فقير جدا بالألياف. فكذا نعرف كيف نقرأ. وفي شيء جدا مهم أن نتعرف عليه هنا، حطوا لكم دائما السكر والسكر المضاف. السكر المضاف هذا جدا مهم ان احنا نشوفه، دائما نبغى يكون فيه خمسة او اقل. السكر المضاف هو السكر الابيض اللي ينضاف على المنتج. السكر اللي بس اذا حطوا بس سكريات، يعني سكر مضاف، وشفت السكر المضاف اقل، معناته هذه السكريات الثانيه هي السكر الطبيعي، سواء كان اذا كان منتج فيه عسل، منتج فيه فواكه، هذا يكون السكريات جايه منه. بس السكر المضاف هو السكر الابيض المضاف على المنتج، فأصلا هذا بعد المنتج عالي جدا بالسكريات، فما يعتبر خيار سليم. فكده هذه الطريقة اللي نتبعها عشان نقرأ الملصق الغذائي. طيب الحين راح نتكلم عن النشاط البدني. النشاط البدني عامل جدا أساسي ومهم لخسارة الوزن. طيب دائما لما أتكلم مع مريض، صعب مثلا والله شخص جاينا العيادة أو بالتنويم، قاعدين نحاول إنه ندخل الحركة بنظامه، الشخص ما قاعد يمشي، ما يصير على طول نقول له مثلاً لازم تركض، يصير حيركض أصلاً، يعني حتى لو قال لنا بركض ما حيركض، ولو ركض اليوم ما حيركض بكرة، ليه؟ لأنه هو مو متعود، هو أصلاً ما كان يمشي، هو يعني يمشي العادي يكسر روحه والجاي يعني، بس ما كان يمشي بغرض الرياضة. فالنشاط البدني هو تدرج بعد، وفي زي ما نقول حد أدنى للموضوع. فأنا لما أتكلم معكم عن النشاط الجسدي أو النشاط البدني، يعني كثير ناس ما يقول معهم مثلا أكلمهم أو يقولون أقولهم تسوون رياضة، يقولون لا 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 بنسوي. طيب أقولهم طيب ليش ما نمشي كذا، يقولون المشي طيب أوكي. يا شوف نبدأ ناخذ الموضوع بخطوات بسيطة، ممكن يكون مشي بسيط، بعدين يكون مشي مسرع، بعدين والله إذا الشخص قادر وصحته زينة، عمره مناسب، ومعنا ما شاء الله تبارك الله الحين الأعمار ما عدت تعطي، بسم الله عليهم، الناس الحين أعمارهم مرة كبيرة وما شاء الله تبارك الله يمكن صحتهم أفضل من صحتي، بسم الله عليهم. فبعد الأعمار ما تعطي، بس إذا صحته تمام، ظهره تمام، قادر إنه مثلا حتى إنه يهرول، ليش لا؟ خلنا هرول، وين المشكلة؟ ليش دائما نتعذر إنه والله الرياضة؟ لا مو شرط الرياضة يعني تروح الجيم أو تروح النادي وتسوي رياضة، لا لا عادي، ممكن يكون لك مشي رياضة. خلينا نتكلم عن التفاصيل. بحد أدنى، طيب الريكومنديشن أو التوصيات تقول ممارسة النشاطات والتمارين الرياضية بمعدل تقريبا 150 دقيقة على الأقل على مدار الأسبوع. هذا 150 ترى تقريبا نص ساعة 5 أيام بالأسبوع بتوصل 150. إذا تبغى نتيجة أعلى دائما نقول 150 نحطها رينج أو معدل، يعني أو يعني ما بين رقمين، يعني ما بين هذا وهذا، 150 إلى 300 دقيقة بالأسبوع، يعني تقريبا نص ساعة 5 أيام بالأسبوع أو ساعة 5 أيام بالأسبوع، هذا بيعتبر كمية جدا ممتازة.
طيب او فتره جدا ممتازه عشان شيء يساعدك على الحفاظ على نزولك للوزن او نظامك الغذائي اللي قاعد تسويه، تشوف فيه بعد نتائج اسرع وافضل عن الحركه البدنيه. طيب هذا كتمارين معتدله، مثل ممكن تقول لك زي ما يقولون المشي بهمه، مشي لخطواتك وسيعه، يدينك يدينك تتحرك فيها. هذا نقصد فيه، هذا يدخل تحت التمارين الرياضيه المعتدله. تمام، يعني ممكن يكون زي ما قلت لكم شيء بهذه البساطه، والله لا انا ابغى شيء حاد. اوكي، ممكن الجري، ممكن الهروله، تقريبا 75 دقيقه بالاسبوع اللي هي تقريبا يعني ساعه وربع. اوكي، انت وزعها بالطريقه اللي تبغاها. ونفس الشيء بعطيكم مو بس رقم واحد، بقول لكم من 75 هو على الاقل يعني، بس 75 الى 150 دقيقه من النشاط الجسدي الحاد على مدار الاسبوع. ممكن تكون لكم افضل بعد لو خليتوها مزيج، خليتوا والله ايام نشاط معتدل ايام نشاط حاد. بس الشيء اللي مره مهم نعرفه زي ما قلت لكم، اذا انت ما تمشي اصلا غير روحتك وجيتك للعمل للدوام شغل البيت، يعني بعد هذا الشيء بعد مره مهم نتكلم عنه. كثير ناس يقولون انا اشتغل بالبيت، انا اروح واجي ما عندي عامله. اكيد انحسب لك، اكيد انت مو زي الشخص اللي جالس واحد ثاني يخدم، ينحسب لك. بس انا باك تمشين اذا انت قادره، ويعني اللهم لك الحمد عندك القدره على المشي، ليش ما نمشي مشي متواصل، مشي نبضة قلبنا تعلى فيه عشان حتى صحه قلبنا. ترى المشي مش حتى النظام الغذائي كله اللي تكلمت معاكم عنه مش بس عشان وزن، يعني اذا بغينا نتكلم بصراحه جدا مش بس عشان الوزن. ترى الموضوع لانه زي ما قلت لكم في البدايه، الموضوع مو بس وزن، وزن متعلق الأمراض ثانية أو أمراض متعلقة، يعني سبب أساسي بزيادة الوزن حدوثها سكر، ضغط، أمراض كلى، أمراض قلب. ناس صغار يعني بس والله عندهم مشاكل بالظهر، عندهم مشاكل بالركب. ليش وصلنا لهذه المرحلة؟ ليش انتظرنا لين نوصل لهذاك الوقت؟ لان حتى النشاط البدني هو اصلا يعني زي ما يقولون ستريس ريليف، انت اصلا مزاجك يتعدل لما بس تمشي. وبسهل عليكم زي ما قلت لكم الموضوع يكون بالتدريج، انت الحين ما تسوي نشاط بدني، خلينا نبدا بالمشي، مش بس طيب نص ساعه 5 ايام بالاسبوع. طبعا ممكن مع الايام تخليها ساعه 5 ايام بالاسبوع، ممكن بالبدايه تصير 3 ايام بالاسبوع تمشي فيها، بعدين والله تكمل عليها فتره مثلا 20 دقيقه 3 ايام بالاسبوع، بعدين كمل يلا نص ساعه، يلا خنزيدها. خلي الموضوع على راحتك على هونك، لانه لو والله ببدا من اليوم بمشي ساعه ما حتطول، خذها مني، شفناها كثير هذه، يعني ما حتطول راح توقف، لانه ما كان في تدرج، انت اصلا صدمت نفسك، تعبت، خلاص مليت، طفشت، مو شيء متعود عليه، وحطيت فتره زمنيه كثيره يعني مده ساعه بشكل يومي وانت اصلا ما كنت تمشي. لا تدرج عشان يكمل معك الموضوع. طيب فبشكل عام لخسارة الوزن لازم يكون في تقليل بالسعرات الحرارية، والتقليل ما يكون عشوائي والله طول اليوم أنا مقلل من سعراتي بدل آخر الليل أنا أفتح تطبيقات أطلب أكل. لا تدري ليش؟ لأن الموضوع ما كان مدروس بالنسبة لك، أنت قمت من النوم بقلل من سعراتي، بضبط أكلي، بس الموضوع ما كان مدروس، كان عشوائي. جوعتي حالك أو جوعت حالك، شلت الكربوهيدرات زي ما الناس كثير تسوي، شلت كربوهيدرات، صرت جوعان طول اليوم، فنتيجته راح تطلب لك برجر آخر اليوم. هذا الشيء جدا مو صحيح، خلي الموضوع مدروس، تفكر بالموضوع، أنا والله إذا شلت هذا تماما هل حشبع؟ ما حشبع، طيب خليه موجود بس بكمية بسيطة، خلي الموضوع مدروس وليس عشوائي. طبق الطبق الصحي اللي تكلمنا عن اليوم عشان يصير عندك مرحلة شبع أعلى، خلي الألياف كميتها كبيرة عشان يصير شبعك أعلى. دائما خل خياراتك صحية، تقدر تاكل برجر، تقدر تاكل بيتزا، بس دائما خل خياراتك أصح، والله بيتزا هذه الثقيلة ولا النحيفة؟ خذ النحيفة. البرجر حقك أو أيوه البرجر بدل ما هو يكون مقلي خذها مشوي. دائما خل خياراتك صحية، زي ما قلت لكم هذا نظام حياة، هذا مش اليوم وبكرة تتبعه، لا هذا حق لك إن شاء الله وللعمر، الله يعطيكم الصحة والعافية، لك وللعمر إن شاء الله. وآخر شيء أهم حاجة خلكم نشيطين، والله أنا أقول حتى المرضى
يقول ما عندنا وقت. أقول لهم حيكون عندكم وقت، ليش؟ لأن كلنا عندنا وقت نجلس فيه على أجهزتنا، صح؟ نكلم في أحد، نراسل في أحد، نكون على السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي، كلنا عندنا هذا الوقت من اليوم، بس إيش نسوي؟ نكون تكين على الكنبة ولا على الكرسي وقاعدين نشتغل، صح؟ ليش ما بدال ما إحنا جالسين نوقف نمشي؟ بدأ أنت ماسك جوالك لسه، أنت مستمتع وتسوي اللي أنت تحبه بس وأنت تمشي. تخيل الموضوع قديش ممكن يكون مرة سهل لك تدخله بنظامك. ما قاعد أطلب منك تطلع وقت من يومك، لا، خلال يومك وأنت قاعد تسوي أشياء أنت تعود تسويها، بس زي ما نقول تيك أ ووك، أمش أمش وأنت ماسك الجوال طقطق عليه أمش. صدقني حتى ما بتحس بالوقت، تمشي أكثر من الوقت اللي كنت متوقع فيه. وإذا قلت حر، روح مكان مسكن، في مول قريب منك مش فيه، داخل صالة البيت تقدر تمشي، في ممر طويل في البيت تقدر تروح وتجي فيه، ترى عادي حتى لو كانت بالصالة، عادي جدا. إذا جت الجو حار الحين عادي حتى لو بالصالة. ودائما خلوا معكم موية، الموية جدا مهمة وأساسية عشان ما يصير عندكم حتى جفاف، لخسارة الوزن، المحافظة على الوزن، وعشان حتى لما تروحون الجيم زي ما قلت لكم عشان ما يصير عندكم جفاف، فدائما حرصوا على شرب الموية. هذا كل شيء راح نتكلم عنه لليوم. انا جدا استمتعت اني كانت عندي الفرصه اني اقدم هذا العرض، وان شاء الله باذن الله انكم استفدتوا واستمتعتوا معي. وهذا كل اشياء زي ما قلنا لكم بشكل عام جدا، بس اذا انتم حابين ان تجون عندنا العياده عشان نتكلم معاكم، عندنا عيادة جدا يعني حتى متخصصه لامراض معينه، فيعني الكل عنده مجال انه يحجز موعد معانا. تبغون احد يتكلم معاكم زي ما اقول 1 تو 1، يجلس معاكم ويتكلم معاكم ويعرف انتم حالتكم الصحيه، نظامكم، نظام حياتكم، كيف نقدر نغير نبدل فيه، قولوا حق الدكتور حقكم، او اذا انتم موجودين اليوم كنت مثلا جايين برعايه الاوليه، مروا على اخصائيه التغذيه هناك، قولوا لها نبغى موعد، خلوها عشان تسوي لكم تحويله، لو قلتوا للدكتور عشان يسوي لكم تحويله للعياده عشان تحجزون موعد معانا، احنا حابين نشوفكم، حابين نوصل لكم. فخلونا قراب منكم، خلونا نساعدكم توصلون الهدف اللي انتم تبغونه، واحنا موجودين هنا بخدمتكم باي وقت. بس زي ما قلت لكم، بس يعني تحتاج انكم تبدون، بس هي البدايه، وبعدين ان شاء الله باذن الله حيكون نظام حياه. الله يعطيكم الصحه والعافيه، وان شاء الله باذن الله نتقابل على خير. وشكرا جزيلا لكم، ويوم سعيد باذن الله.